السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا بكم. معاكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق والغناء العربي. اتشرف بكم اخواني الاعزاء واهلا وسهلا بكم. اليوم عندنا فيديو جديد، كيف يكون صوتك جميل. صوتك جميل طبعا يوجد هناك كثير من الأمور اللي هم مهمات تكون عند الشخص اللي يريد يقوي صوته. في كثير من الناس يتصلون بي أنا صوتي جميل، في عدد من المقومات اللي هي مهمة جدا. أولا لازم يكون عندك صوت بجمالية، ما لنا علاقة في كثير من الناس انه يقولوا لك صوتك ما حلو، صوتك غير جميل، صوتك غير جيد. هذا مو قياس، لان كثير من الناس ما يعرفون يقيسون، ولذلك راح يكون عندكم في فيديو اخر راح تلاحظون انه احط طلابي في الصوت، ادرس الغناء والصوت، راح تلاحظون امكانيته كم جميلة. في البداية الوضعية والحقيقة في أن تكون ذو صوت جميل أن تلتزم بالأمور الأكاديمية اللي هي أولا تحديد الطبقة الصوتية. يعني ما يكون إنه الطبقة الصوتية مالتك مثلا دو ري مي فا، هذا يسمونه رجفة في الصوت، هزهزة، اهتزاز في الصوت، وهذا يجب أن يعدل من قبل الأستاذ، من قبل الأستاذ. هذا وحدة. إذا عندك جمالية الصوت اثنين أوكي، هذا راح يضيف لنا إنه عامل مساعد. ثلاثة، راح لازم تعرف المقامات ولازم تفرق بين المقامات. أحب أؤكد قبل ما أبدي في هذا الدرس وأؤكد على دورات الأونلاين اللي هي 8 محاضرات شهريا، وتقدرون تتصلون برقم الواتساب اللي هو أسفل الفيديو. أوكي، الآن ننتقل إلى اللحظة. أمامكم هذه الورقة، تشوفون انه عملية الغناء الصحيحة وهي قاعدة اساسية للغناء العربي، وهي كيف؟ يقول لك عملية الغناء الصحيحة وهي القاعدة الاساسية، يعني هناك قاعدة اساسية للغناء العربي وهي واحد. طبعا هاي بعد ما تاخذ التمارين اللي هي راح تساعدك في قضية استقرار الصوت، وبالتالي راح يكون عندك ذو صوت ممتاز وإمكانية جميلة جدا. وبعد ما تكون عندك الإمكانية وأخذت التمارين الكافية لتثبيت الصوت ومعرفة الطبقات القرارات والجوابات، تدخل في هذا الموضوع. القاعدة الأولى اللي هي أول شيء تتهيأ، وهي عملية دخول في المقام بالدرجة الطبيعية. يعني مثلا دو ري مي فا مي ري دو، هذا عجم، دو ري مي فا مي ري دو. الموضوع الثاني هو التنويع، يعني انت تقدر تكمله بالنقطة الأولى من المقام الأساسي اللي انت الذي باعش مكتوب أمامك الذي يراد الغناء به، وطبعا به هو يقصد به انه قضية انه المقام الاساسي اللي كانت عندنا بالنقطة الاولى، المقام اللي هو عجب دو ري مي فا مي ري دو، ثم الدخول الى مقام اخر، ومن ثم الختام بالمقام الرئيسي ويكون بطبقة أعلى من النقطة رقم واحد. يعني شلون؟ يعني احنا قلنا دو ري مي فا مي ري دو، هذا عجم، دو ري مي فا مي ري دو، صول لا سي دو ري دو سي، طلعت أعلى في مقام آخر. صول لا سي، حجة صار عندك
دو ري دو سي لا صول فا مي ري دو. رجعنا العجم دو ري مي فا، اوكي. فترجع للمقام الرئيسي الاساس. نلاحظ النقطة الثالثة، النقطة الثالثة اللي هو تركيز، راح يكون صعود إلى الجوابات أمام المقام الرئيسي، ومن ثم يعني مقامك العجم، ومن ثم تنوع بمقام آخر، ومن ثم الختام بالمقام الرئيسي أو دخول على مقام آخر ويكون قريب من المقام الرئيسي، والذهاب به بعيدا بالتنويعات، ومن ثم الرجوع من الجواب إلى القرار بالختام بالمقام الرئيسي. يعني شنو؟ نصعد جواب، طبعا انت هاي تاخذها من قبل الاستاذ والمدرس، هو اعطاك انه اولويه كيف تعرف القرارات والجوابات. بالتالي صعودك راح يكون جواب من المقام الرئيسي، يعني دو ري مي فا صا لا سي دو دو ري، تصعد حسب الموال، حسب شنو الجملة. يعني يقول لك الصعود إلى الجواب إما بالمقام الرئيسي، ومن ثم تنوع إلى مقام آخر، تروح على مقام آخر، ومن ثم الختام بالمقام الرئيسي أو الدخول على مقام آخر ويكون قريب من المقام الرئيسي، والذهاب به بعيدا، يعني تقدر تنوع وتزغرف وتروح في موال بتنويعات، ومن ثم الرجوع إلى الجواب أو من الجواب إلى القرار بالختام بالمقام الرئيسي. يعني أنت لازم تقفل بالمقام الرئيسي، أوكي. لذلك راح نلاحظ أنه هذا أو هذه قاعدة أساس بعد ما أنت تكون عندك. يعني أنا بعد ما تأخذ التمارين من الأستاذ، وبعد ما تهيئ أمورك وتكون أمورك أوكي، تقدر أنه تأخذ تصير هذه القاعدة، بس لكن يجب أن يكون أستاذ عندك أنه يشرف على هذا الموضوع. أتمنى أنه استفاديتوا من هذا الدرس، وفي درس ثاني اللي هو راح أبين لكم مقام العجم في الصوت. تحياتي لكم، ولا تنسون الاشتراك بالدورات، الاشتراك بالقناة، واللايك، وموجود أسفل الفيديو رقم الواتساب تقدرون تشتركون بالدورات. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.